تجربة مختلفة وتجربة فريدة وشيقة جدا، ان هي كانت خامة قريبة مني بالفعل. فكر من زمان انا ليه لا ما جربهاش، فجت في توقيت اللي هو خلاص انت اتحطيت قدام امر لازم تجرب الخامة دي، ومش هيبقى ليك فرصة ان انت تجربها، وبعدين انت متشوق من زمان ان انت تعملها، فليه لا. بالاول ان الورق البردي ده كان موجود في مكتبة، انا ليا خلفية حضارية ثقافية، انا اصلا من الصعيد، خلفية ريفية جبلية، فدرست في الاقصر. طبعا وجود الخامة متاح جدا، ويعني اغلب الوقت انا شايفه ويعني كنت بشوفه كتير، بس ما جربتش ان انا اشتغل عليه، وكان دايما الموضوع في يعني في تفكيري ان انا اجرب اشتغل على الخامة دي، بس هي كان ليها وقتها. خامة طبيعية مش متعالجة بشكل برضو مش مصنع زي الخامات التانية اللي انت ممكن تشتغلي بيها، مش عارفة خواصها، فحبيت ان انا تبقى هي دي الفرصة اللي انا اشتغل عليها برضو.